بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله دي تعتبر المحاضره الرابعه لنا. هنكمل المحاضره اللي بداناها المره اللي فاتت. يعني انت هتبص للعنوان هتلاقيه المحاضره الثالثه، هي هنا المحاضره الثالثه كانت المره اللي فاتت وهنكملها، لان طبعا ما قدرناش نكمل المحاضره. النهارده باذن الله هنكملها، ونسال الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في الوقت ان احنا نقدر نخلص المحاضرة المهمة جدا 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 اللي هي كيفية إعداد مشروع البحث. نبدأ بقى على طول عشان برضه نختصر في الوقت. احنا المرة اللي هي المحاضرة دي طبعا هنا مكتوبة المحاضرة الثالثة اللي هي الثالثة والرابعة، لأن أنا بكمل المحاضرة اللي فاتت اللي هو خطوات إعداد مشروع البحث. هفكركم المرة اللي فاتت إن احنا لما هنعمل المشروع البحث قلنا ان في 14 حاجه مفروض هنبص لها، ونبهت المره اللي فاتت قلت مش ضروري ال 14 في مشروع البحث، بس ده اسمه المشروع المتكامل اللي هو فيه الباحث غطى كل حاجه عن البحث بتاعه. وبدانا نتكلم على العنوان واهميه العنوان. انا عايز بس اختصر عشان نقدر نخلص المحاضره النهارده. اتكلمنا عن العنوان المره اللي فاتت، قلنا العنوان لازم يعبر عن البحث، وحطينا هنا ثلاث حاجات. بص، ان هو اللي يجب يكون عنوان باطن واضح، المتغيرات اللي هتكون موضوع البحث، وبعدين المكان اللي هتعمل فيه الدراسه بتاعتك. وعملنا تطبيق قلنا هنستخدم مشروع بحث الدكتوراه. ده على فكره دي رساله نقش خلاص، هنسميه التقارير المتكامله. اشمعنى ده من ضمن كل الدكتورات والماجستيرات اللي انا اشرفت عليها؟ عشان قلت لكم عايز اعرفكم حاجه اسمها التقارير المتكامله. الطلبه اللي لسه حديثي التخرج يعرف فقط حاجه اسمها القوائم الماليه اللي هي قائمه الدخل والميزانيه والتدفقات النقديه، او لو حب يزود شويه حاجه اسمها تقارير الاستدامه. الاستدامه يعني ايه؟ يعني بيتكلم على نتيجة الأعمال الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. يبقى هنا بيتكلم على ثلاث حاجات: النشاط الاقتصادي للشركة، النشاط الاجتماعي للشركة، البيئي. التقارير المتكاملة دلوقتي ستة، هنشوفهم دلوقتي إن شاء الله. فبص هنا اتكلمنا على العنوان، وقلنا إن العنوان بيستوفي الحاجات اللي إحنا عايزينها، المتغيرات والمكان. بص هنا المكان فين؟ قال لك المكان هيبقى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. حاجة تانية بقى اللي هي مقدمة البحث. وقلنا الطالب اللي هو عاوز يستكشف وهو بيكتب مقدمة بحث، عشان تبقى مقدمة قيمة جدا. وأنا دايما وأنا بكتب الرسالة مع الطالب المشرف عليهم في دماغي اللي هيجي يناقشه. بفترض إن اللي هيجي يناقشه فاهمين الموضوع كويس جدا ومهتمين بيه كويس جدا، فعشان كده عايز أقدم له حاجة كويسة جدا متكاملة ما يكونش فيها أي حاجة. طبعا الطالب لازم يبين مجال المشكله البحثيه بتاعته، اهميه موضوع البحث بتاعه، الجوانب النقص في الابحاث، يعني الموضوع ده مهم جدا بس الابحاث فيه مش كفايه، وعشان كده هو اختاره عشان يبحث في الموضوع، واهم من ده كله مين اللي هيستفيد من البحث بتاعه. فعشان كده بقول لك ان دي تبقى ارشادات. حضرتك وانت كده بتيجي تعمل مشروعك الفني يبقى الحاجات دي جنب منك وتبص لها. فانا اديت هنا مثال، افترض ان احنا بنتكلم عن الحوسبه دي السحابيه على جوده المراجعه، واتكلمت عنه المره اللي فاتت. ادي مجال المشكله البحثيه وموضوع اهميه موضوع، انا براجع اللي خدناه المره اللي فاتت بسرعه عشان يبقى فيه استمراريه. كويس، وجوانب المتعليه للمده، وادي اسباب الاختيار، وادي الجهات اللي هستفيد منها. لما جيت بقى اطبق على المشروع بتاع التقارير المتكامله، دكتور محمد جمال بالمناسبه انا بعت لكم دلوقتي قبل ما اخش اسجل على طول مشروع البحث بتاع الدكتور محمد جمال اللي انا استخدمته هنا في الشرح، عشان يبقى انت عندك خطوات اعداد المشروع ويبقى عندك المشروع نفسه ممكن تقراه وتستفيد منه. فهنا الباحث التزم تماما بالنقاط الخمس اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده. هذه النقاط الخمسه. كويس، هنا ابص ادي التقرير المتكامل ست حاجات اللي هي راس المال المالي والمصنع والفكري والبشري والاجتماعي والايه؟ والطبيعي. وبعدين ادالنا هنا رسمه توضيحيه، طبعا يا ريت وانت بتتكلم دائما يبقى تعمل حاجه اسمها رسمه توضيحيه علشان القارئ هنا مش محتاج بقى يقرا كتير، خلاص ادي الرساله كلها اهي قدام مننا.
ست راس مال كمدخلات وادي السته كايه؟ كمخرجات بعد ايه؟ عمليه التنفيذ. كويس؟ هنا بقى عندنا تعريف، تعريف لكل واحد فيهم، راس المال المالي يعني ايه؟ المصنع يعني ايه؟ الفكر يعني ايه؟ البشري يعني ايه؟ الاجتماعي يعني ايه؟ الطبيعي يعني ايه؟ زي ما قلت لحضرتك هنا سته، احنا في الاول خالص قبل التطورات دي كنا بنركز على دي بس. يمكن انتوا كخريجي لسه حديث التخرج ما تعرفوش اللي درس اللي هو قائمه الدخل ده. في طلبه اللي هم يمكن عملوا ماجستير او دكتوراه، مفروض ضفنا حاجتين تانيين، ضفنا راس المال الاجتماعي والحاجه المتعلقه بالايه؟ بالبيئه اللي هو البعد دي اسمها التنميه المستدامه. يبقى انت لما تتكلم على المال وبعدين الاجتماعي والبيئي يبقى انت حاجه اسمها ايه؟ تقارير التنميه المستدامه. التقارير المتكامله ضافت عليهم ايه؟ ثلاث حاجات جديده اللي هو راس المال البشري وراس المال الفكري وراس المال الايه؟ المصنع. تخيل بقى انت دلوقتي لما نيجي نعمل قوائم ماليه منشوره للقراء لازم تحط فيهم الست حاجات دول. عشان كده اي كانت بالنسبه لي انا حاجه جديده، فاخد بالك انت، فقلت برضه ايه مانع ان الطلبه بتوعنا وهم لسه بادئين مشوارهم البحثي يعرفوا الحاجات دي، وكل واحد بقى ممكن يشوف جانب من هذه الجوانب السته ونتكلم عليه. وبعدين يطلع لنا يا رب منكم كده ربنا ينفخ صور الواحد فيكم ويدينا راي، هل السته دول فعلا مطلوبين ولا ممكن نزود، ممكن ننقص، ممكن نعرض بطريقه ثانيه. هو بحث يعني ايه؟ ان دايما حضرتك بتجدد. يعني ما تاخدش ده وخلاص وهو ده كده، لا لا لا. تقول اه ده حلو بس ممكن نعمله باحسن من كده، او شايف ان ده ملوش لازمه، او شايف ان ده له لازمه، او تصنف انك انت هتعمل تقارير مصنفه بيسموها كاستمايز. كاستمايز يعني ايه؟ يعني هتفصل التقرير بمحتويات وحسب الجهه اللي هتقراها. انا متوقع ان ده اللي هيكون التطور الجديد بعد كده. كنا الاول ان انا ما اقدرش افسر تقرير لكل واحد مستفيد عشان بياخد جهد ومجهود، دلوقتي الحاسبات ما شاء الله تخليني اعمل اللي انا عايزه. والله دي فكره مشهور، سبحان الله انا قاعد دلوقتي جات لي الفكره دي. الفكره ايه؟ ان انت حضرتك لو انت فاكر من اول سنه اولى محاسبه كان يقول لك ايه؟ قوائم ماليه عامه الغرض. عامه الغرض يعني ايه؟ يعني انا بعمل قوائم وكل الناس تقراها، كل واحد بقى يشوفها حسب ما هو عاوز. ليه؟ عشان ما كناش نقدر نفسر قوائم لكل ايه؟ لكل مجموعه من المستفيدين القراء يعني. انا دلوقتي شايف انه الحاسبات ما شاء الله قدراتها بقت عاليه جدا. طب ايه المانع الان ان انا والله فكره حلوه ان شاء الله اذا ما عملتهاش انتوا مشروع بحث ماجستير او دكتوراه انا هعملها بحث ولو ان الحمد لله مش محتاج تربيه ولا حاجه، لكن كل واحد طول ما هو قاعد يفكر. طب ايه المانع دلوقتي لما استغل قدرات الحاسب وعمليه الاتصال عبر شبكه المعلومات الدوليه ان انا اعمل كاستمايزيشن. كاستمايزيشن يعني ايه؟ كاستمايزيشن يعني ان انا هعمل تفصيل للتقارير حسب ايه؟ حسب رغبات الايه؟ المستفيدين منها باذن الله. ماشي؟ ده اللي وقفنا عنده المره اللي فاتت. النهارده بقى هنكمل بقيه البحث، هنتكلم اهميه الموضوع بتاع البحث اللي الراجل اتكلم عنه. وبعدين الجوانب النقص والموضوع انا عايز اكد لك كلها الحاجات اللي احنا اللي كنا وقفنا عندها المره اللي فاتت. وقفنا بقى عند ايه؟ ادي المثال اهو اللي الراجل التزم بالحاجات، وقفنا عند هنا عند حاجه اسمها ايه؟ هدف الايه؟ هدف نسيت اقول لكم احنا هنا في حاجه اسمها مشكله البحث. ايوه دي نقطه مهمه جدا 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 جدا. أنا برضو هختصر مشكلة البحث. افتكروا كنا قلنا إيه؟ قلنا إنه يا ريت اللي اتكلمنا عنها، بس قلنا يا ريت وأنت بتعمل مشكلة البحث تكون عاملها بشكل مجموعة من الإيه؟ مجموعة من التساؤلات. وهنا ليه بقى؟ ليه؟ لأن أنت لما بتعمل صورة تساؤلات أول حاجة هتبين العلاقة بين المتغيرات، تاني حاجة التساؤل ده يعني ان هدف البحث بتاعك هيكون هو الاجابه على هذا التساؤل. يعني لو انت دلوقتي وانت بتحط البحث المشكله البحثيه بتاعتك بصوره سؤال وانا بقرا، طبيعي هيبقى الهدف بتاع بحثك ايه؟ الهدف بتاع بحثك انك انت تجاوب على هذه الايه؟ هذه الاسئله. تاني حاجه بقى وانا بقرا وانت عارضها بصوره سؤال هبقى متشوق
اقرا البحث بتاعك عشان اعرف انت جاوبت على السؤال ده ازاي، وهل فعلا انت جاوبت ولا ما جاوبتش، والاجابه كانت كافيه ولا غير كافيه الى اخره. ودي اللي احنا بنستخدم الحاجات دي لما نيجي نناقش الطالب في الايه؟ في الرسائل. ارجو ان تاخدوا بالكم من الحاجات دي كويس. هنا بقى نشوف المثال الباحث هنا، تلاحظ ان هو عمل ايه؟ عمل إيه؟ اسئله. خلاص نشوف هنا هنا بص الباحث لما جاء يعرض مشكله بحثه بيقول ايه؟ ان احنا هنحاول نشوف التساؤلات الاتيه. يبقى اذا هنا عرض مشكله بحث في صوره كام سؤال؟ خمس اسئله. بالله عليك انت كطالب مبتدئ طبيعي كده هيبقى الهدف بتاعك ايه؟ في البحث بتاعك انك انت تجاوب على الخمس اسئله دول. ولو وطبعا الخمس اسئله دول حاجات الناس ما تعرفهاش، وحضرتك بقى ايه الحق عرفها لهم، وبالتالي هنستفيد منك، هنسميك انت كده عملت لنا ايه؟ قيمه مضافه. قيمه مضافه انك انت جبت لنا اجوبه على هذه الاسئله الايه؟ الاسئله المهمه. انا ارجوكم يعني الحاجات دي لما تيجي لحضرات توصل لكم وبركزوا على السلايدز معينه، يعني مش كل السلايدز هتبقى زي مثلا سلايد 34 ده مهم جدا. ان او طبعا اللي قبل منه يكون احسن، اللي هي ايه؟ اللي هي دي اللي هو فين الحته اللي كنت بقول عليها؟ اه اللي هي اسئله اللي هو سلايد 31 ماشي. فهنا في سلايد بيقول لك ان العمليه تكون كلها في صوره ايه؟ في صوره تساؤل. هنا اللي هو ايه؟ 31. خلاص نيجي بعد كده بقى هدف البحث. طبعا زي ما انت فاهم تلقائي هيبقى هدف البحث ايه؟ الإجابة على تساؤلات إيه؟ على تساؤلات تساؤلات البحث. خلاص؟ فهنا برضو بيقول لك إيه؟ الإشارة تعزير الباحث المبتدئ، يا ابن الله يكرمك. أنت طبعًا هتبقى متحمس وهتبقى فرحان إنك بتعمل بحث علمي وإنك بقيت راجل كده بقى بتاع دراسات عليا، فتبص تلاقي إيه؟ يقول لك أنا هحط لكم نظام محاسبي، يا ابني النظام إيه بتاع إيه؟ ده أنت لسه ما عملتش حاجة. ماشي؟ أو واحد يقول لك إيه؟ أنا هقترح نموذج لحل مشكلة كذا، يعني لا، أنت هنا لسه بادئ. فعشان كده أوعى الله يخليك وأنت بتبدأ إنك أنت إيه؟ تبالغ. بص إن هو صورة مبالغ فيها بقصد أو بدون قصد، معتقد أن المبالغة في سياق تعطي إيحاء بمدى خطورة وأهمية الجهد الإيه؟ المبذول. انك انت تقول لي هقدم نموذج، لا لا لا، زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان احنا بنعمل حاجه اسمها حدود البحث. يا رب تكونوا فاكرين الكلمه دي المره اللي فاتت قلتها لكم. حدود البحث يعني انا مثلا واحد يقول لك ايه؟ انا هدرس مشكله التعليم. يا سلام، ما كانش حد غير لو انت اللي هتحل لنا مشكله التعليم، ما كانش حد غير. بص بقى هنضيق النطاق شويه، انا هعمل التعليم قبل الجامعة. يبقى انا بص من التعليم بصفه عامه الى التعليم قبل الجامعه، يبقى سبت الجامعه. طب هاخد التعليم قبل الجامعه، هاخد التعليم الابتدائي. شفت انا عمال اعمل ايه؟ عمال اضيق نطاق البحث. طب انا مش هاخد التعليم الابتدائي ده مثلا، هاخده في المدارس الحكوميه. شوف اديني نزلت اهو، عمال انزل، مش كل التعليم ده انا هاخده في المدارس الحكوميه. لا، انا هاخد التعليم الابتدائي في منطقه كذا. انا هاخد التعليم الابتدائي من كي جي لحد سنه ثالثه. فاهمين يا اولاد؟ اوعى تقول يا سلام ده هيقول، وهو ده اللي احنا عايزينه. زي ما قلت لك المره اللي فاتت، انا مش عاوزك تقعد تبلبط على الوش، لا، خد نقطه صغيره وغوص للعمق عشان تجيب لنا ايه القرار بتاعك اللي بيها اللي يبدا بعد منك. خلاص ما يرجعش للنقطه دي تاني بعد كده. شفتوا ازاي؟ ارجوك خليكم فاكرين. فانت ما تجيش تقول لي ايه انا هحل مشكله التعليم، ما ينفعش. التعليم ما قبل الجامعة برضه ما ينفعش. طب انا هركز على التعليم الابتدائي، يعني ممكن. بعد قالوا ان التعليم الابتدائي بقى ما فيه مدارس خاصه ومدارس حكوميه، تقول لي لا انا هركز مدارس حكوميه، كويس. طب ايه رايك ناخد الفتره الاولانيه الاساسيه اللي هي الثلاث سنوات الاولى؟ انا اقول لك والله لو اهم حاجه انا في رايي كراجل بيشتغل في التعليم اللي هي الكي جي 1 و2 سنه اولى. لان على هنحط بيسموها هنحط الطالب على التراك وهو يكمل شغله ايه؟ شغله بعد كده. اتمنى اولاد حاجات دي تكون في ذهنكم، اللي هي ايه اسمها نطاق البحث يكون محدود جدا عشان تقدر تلمه باذن الله. هنا المثال البحث اللي هو الاطار الدولي والافصاح، هنا زي ما قلت لكم عشان برضه ما نطولش، ان هو هيجاوب على الايه؟ على الاسئله.
بعد كده بقى انت بتتكلم عن اهميه الايه؟ اهميه البحث. اهميه البحث يعني ايه؟ يعني ليه بتعمله؟ هنا بيقول لك اهميه البحث ابراز ما يساهم به في الاضافات. المهم انا عايز بس وانت بتكتب اهميه البحث ركز على نقطتين اساسيتين. النقطة الأولى أهمية موضوع البحث والأسباب اللي دفعتك لاختيار الموضوع، النقطة الثانية مين اللي هيبقى المستفيد؟ وأنت بتكتب أهمية البحث، هو خد بالك دي اسمها إيه؟ مرشد زي ما قلت لك جايدنس دليل أنت وأنت تقول إيه؟ طب أنا عايز أهمية البحث، أكتب إيه بالظبط؟ أقول لك بص موضوع زي هنا بص المثال توفر التقارير معلومات إضافية غير التركمانديك بص اللي هي إيه؟ اللي أنت إيه؟ اللي أنت أضفته. واخد بالك؟ اللي هي الموضوعات، وبعدين ده. الحاجة الثانية برضو اللي قدرة المستثمرين على تقدير كذا كذا، أخيراً يمكن صعب متر. هنا بقى بص في نمرة أربعة، أهي. يمكن أن تسترشد الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المختصة بوجود دليل تطبيق، وهو إذاً هنا موجه البحث لمين؟ للرقابة المالية والرقابة الإدارية والجهات الإيه؟ والجهات المختصة. يبقى هو هنا بين لنا هو البحث ده عمله ليه واستفاد منه ايه، وهنا بيبين لنا مين اللي هيستفيد من ايه؟ من هذا البحث. معلش اعذروني بتكلم بسرعه علشان انا عايز اخلص لكم الحاجات دي قبل رمضان باذن الله. هنا بقى منهج البحث، احنا اتكلمنا عن منهج البحث في اول محاضره، فانا برضو مش ايه هبص سبق مناقشه اهم انواع البحث دي في اول ايه؟ في اول محاضره ان شاء الله. ماشي؟ اهم نقطه بقى يعني انا في كده هو والله كل حاجه اقول لكم اهم اهم، هو فعلا كله اهم، لان لو ما كانش اهم ما كنتش هكتبه. اهم حاجه بقى الدراسات السابقه اللي هي ايه؟ من اين حضرتك هتحط اساس علمي لموضوع البحث بتاعك؟ يعني اذا قلت لي ان الموضوع ده في ندره في البحوث او ما حدش بحث او انا هعمل ايه؟ كل ده مهم جدا، بس لازم يكون عندك ايه؟ عندك اللي هو اهم الدراسات والبحوث التي اجراها باحثين اخصائيين في هذا الموضوع او الموضوعات الايه؟ المتشابهه. وعلى ذلك يستطيع الباحث ان يبرز ما سوف يقوم به خلافا للدراسات ايه؟ السابقه. عشان ما حدش يقول لك انت بتغش او انت اخذت بحث فلان، لا انا ببين اهو وبقول انا دلوقتي بتميز عنها في ايه او هضيف لها ايه. كده انت بتريح دماغك، وانا لما لو ان شاء الله لما الدراسه يا رب يشفع لنا الغمه دي وتبداوا تحضروا في كليه مع زملائك ودراسات عليا، هيقول لك لو انت بتسجل مع الدكتور احمد حسين اكتر حاجه هيهتم بيها الدراسات السابقه. ليه بقى؟ هي دي اللي هتديني محتويات البحث بتاعي. كل ما قرات وكل ما كان في غزاره في القراءات كل ما انت وانت بتكتب ان شاء الله تبقى الامور سهله، لان كل بحث هتقراه او كل دراسه سابقه هتقراها تديك فكره. والبحث ما هو الا ايه؟ البحث عن فكره. يا رب يكون الكلام ده يلصق في ايه؟ ادي مزايا انك انت تطلع على السابقين، حضرتك برضه تقروها. هنا بعد كده بقى الاهم النتائج اللي هنتوصلها هنا ان احنا هنوصل في حاجه اسمها فروض الدراسه، وهوريكم دلوقتي الباحث المحترم اللي انا اخترت مشروع بحثه انه فعلا ايه اللي خلاني ابعت لكم مشروع البحث نفسه. يعني انا بعت لكم المحاضره بس بعت لكم كمان مشروع البحث نفسه عشان هو طبعا صعب ومستهل، لانه ده طالب من طلبه الدكتوراه المتميزين عندنا اسمه محمد جمال. على فكره هو عارف ان انا عملت كده، هو فرحان جدا ان انا استخدمت بحثه كاي كنموذج له. هنا هو تشوف بقى الطالب اهم نقطه ولا وانت بتعمل فروض للبحث تبص تلاقي انا لما يجي لي طلب مثلا عشان اشر او اناقش رسائل بتاع يقول لك ايه فروض البحث الفرد الاول الفرد ايه؟ برجع الرساله على طول طب برفضها. ليه؟ هو انت الفرد ده مش تقول لي جبته منين؟ يعني تيجي تقول لي الفرد الاول كذا، لا ما ينفعش. ده انت تقول ايه؟ فلان قال كذا، وفلان اقترح كذا، وفلان قال رايه كذا، وفي دراسه كذا، وفي دراسه كذا، وفي دراسه كذا، وبناء على هذه الدراسات نقدر نشتق الفرد التالي. انه هيبقى في علاقه موجبه مثلا ما بين ايه الحوسبه السحابيه وجوده ايه؟ وجوده المراجعه. يبقى في الحاله دي انا عارف على اي اساس انت حطيت الفرد ده، فرض اساس علمي اللي هو الدراسات الايه؟ السابقه.
طب الفرد ده هم قالوه لا ده انت استنتج له، والاستنتاج ده عشان يحل لك المشكله، يبقى ده الفرد اسمه حل مبدئي مقترح لمشكله البحث. بصوا الفرد حل مبدئي مقترح لصحه البحث. بالله عليكم اولاد نفسي تستخدموا دماغكم، يا ريت المحاضره بش في وشكم عشان تقول لكم تفتكروا الخطوه المنطقيه اللي بعد كده هتكون ايه؟ هتقول لي طبعا الفروض دي نختبر عشان نشوف صحه او عدم صحه هذه الفروض. وعشان كده بقول لكم بعد رمضان يقينا ربنا سبحانه وتعالى وكل سنه طيبين، هيبقى شغلتنا بقى على الاساليب الاحصائيه. اللي هي ايه بقى الاساليب؟ ازاي نختبر الفروض؟ يعني انا بجتهد دلوقتي خلص لكم الشق النظري، وبعدين نشوف بقى الاساليب الاحصائيه اللي ممكن نستخدمها عشان ايه؟ نحل نختبر الفروض. تقول لي طب الاساليب ده انت مش هتعمل حاجه، انت بس كل اللي انا عايزه منك وانت بتذاكر اساليب الاحصائيه. تعرف المدخلات للنموذج هتبقى ايه؟ الكمبيوتر هو هيحلها. وبعدين لما تطلع لك النتائج تعرف تفسرها ازاي، انما خطوات الحل لا طبعا، لان الحمد لله ربنا اغنانا عن هذا النوع. ففي طلبه بقى ايه مرعوشين. مرعوشين يعني اول ما اشوف المعلق يقوم عليه، يا ابني لا ما تخافش، والله ما تخافش. لا انت بس اعرف المكونات المعادله دي ايه، وهو الراجل اللي موجود في الاحصاء هيحل لك المعادله وتطلع لك النتائج. اهم حاجه بقى حضرتك النتائج دي تعرف تستخدمها ازاي. اتمنى النقطه دي تكون واضحه. يبقى انت لو هتعرف فروض الدراسه فرض مظبوط متوقف على كميه الايه؟ الدراسه. بص العوده لمثال التقارير. بص هو عمل ايه بقى؟ اللي حسب كيفيه يقول لك استنادا لما تقدم يمكن تنظيم الدراسات السابقه، بص التي تناولت هذا البحث وتصنيفها الى ثلاثه ايه؟ اقسام. يبقى هو هنا قسم الدراسات السابقه الى ثلاث ايه؟ ثلاث اقسام، تمام؟ الاول حاجه الادار الدولي للتقارير المتكامله، يعني الاول طبعا انا كقارئ اول مره اسمع حكايه التقارير المتكامله دي، فهو هنا ركز على التقارير المتكامله. وبعدين النقطه الثانيه الدراسات معلومات التقارير المتكامله عن عدم تماثل المعلومات وعلى تكلفه ايه؟ راس المال. عدم تماثل المعلومات ايه؟ يعني المعلومات المتاحه للملاك وللمستثمرين والاصحاب المصالح تختلف عن المعلومات المتاحه للاداره، ودي حاجه مشكله كبيره جدا. لا الاداره لازم الناس تعرف اللي في الشركه، مفيش حاجه يخطبوها عشان ما يقدروش يتلاعبوا فيها. فده اسمه عدم ايه؟ طبعا احنا لو وصلنا لتماثل المعلومات دي تبقى حاجه ممتازه جدا. يعني ايه؟ يعني انا كمستثمر في هذه الشركه اعرف تماما عن الشركه زي اداره الشركه بالظبط. وبالتالي هنا ابقى ضامن ان مفيش تلاعب. طبعا انا كاتب له ست راس مال، هتشوفوا كده لما تقروهم هتشوفوا ست راس مال. ماشي؟ شوف نمره ثلاثه بقى اللي اهتمت التقارير المتكامله على قيمه الشركه. أرجو أولاد أنا نفسي طبعا لو كان عندنا وقت حضرتكم خدتوا بالكم كم متغير. أول حاجة عندنا متغير كم متغير مستقل وكم متغير تابع. أنا كان نفسي في وقت احنا قدامنا 40 دقيقة فقط، بس كان نفسي قدامي وقت أكون في وشي في وشكم قدامنا 3 ساعات 20 ساعة. طيب بسرعة كده بسرعة بسرعة. بص الأول حاجة هنا بنتكلم عن تقرير إيه؟ المتكامل، كويس؟ أدي نمرة واحد، يبقى ده اسمه المتغير المستقل، لأن هو اللي هيأثر على إيه بقى؟ ثلاث حاجات. أول حاجة إيه؟ عدد تماثل المعلومات. ثاني حاجة إيه؟ تكلفة رأس المال. ثالث حاجة إيه؟ قيمة الشركة. يبقى أنا عندي هنا نفسي تعلموا كده. مش لازم كل واحد يقول لك يشاور لك، أنت خلاص افتكر. تقول الله يبقى أنا دلوقتي الراجل ده من الدراسات السابقة عرفت ان هو هيركز على متغير مستقل اللي اسمه التغير المتكامل وثلاث متغيرات تابعه. ايه هم الثلاث اللي هو ايه؟ تماثل المعلومات، تكلفه راس المال، وايه كمان؟ وقيمه الشركه. دي اللي هي بص فروض البحث بتاعه. اتمنى ان حضراتكم هنا بقى لما يجي يحط الفروض، انا هنا بتكلم باستفاضه عن الفروض والمتغير المستقل والمتغير التابع، كويس؟ ودي حاجتكم ان شاء الله ربنا يكرمكم ان شاء الله بالراحه كده تدرسوها واحده واحده وتذاكروا بهدوء وبالراحه، خلاص. وفروض في بقى هنا فروض مباشره ان في علاقه، وفي فروض صفريه يعني ما فيش ايه؟ ما فيش علاقه. لما هتقرا هتعرفوا التفاصيل باذن الله. كويس؟ هنا انا مدي لك امثله على الفروض الجيده والانسان يكون الفرد الى اخره يعني، وبعدين الفوائد بتاعت الفروض.
الملاحظات عامه، كل دي حاجات انا كان لو كنا بندي محاضرات فيس تو فيس يعني كنت طبعا هنناقش الامور دي كلها، بس انا سايبكم عشان ايه؟ عاوز اركز على الحاجات اللي انت ما تقدرش ايه؟ ما تقدرش ده. هنا بص هنا الباحث عاوزكم تاخدوا بالكم الافضل المثال في ده. بدا الباحث بص تقييم الدراسات واستخدام نتائج هذا التقييم كاساس لاشتقاق فروض ايه؟ البحث. وهكذا يجب التوصل الى فروض البحث. فعلى الباحث الجيد اللي انا قلت لكم دلوقتي ان يوضح الاساس العلمي الذي بناء عليه سيتم اشتقاق الفروض. ما تجيش تقول لي فروض البحث فرض نمرة واحد، لا لا لا، تقول لي فروض البحث. حيث 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 فلان قال وفلان قال وفلان وفلان قال. انا ممكن من الكلام ده كله احط الفرض الاولاني. وممكن ده ابص وليس كتابة فروض دون أي تمهيد أو إشارة إلى الأساس. بص هنا مقتطفات، بص أقول لك إيه؟ تقييم الدراسات السابقة واشتقاق فروض الإيه؟ البحث. بحث نموذجي، مشروع بحث نموذجي. يبقى هنا ما حطش الفروض على طول، لا، مسك الدراسات السابقة اللي هو قبل كده قالها لي ثلاث مجموعات، فاكرينهم؟ قسم الدراسات السابقة لثلاث مجموعات. مجموعة عن المتكاملة، ومجموعة عن التماسك، ومجموعة عن قيمة الشركة. فهو هنا اتكلم اهو، بص الدراسات قعد يتكلم وقال وقال. على فكره هنا في مراجع كثيره بس انا بكتب بايدي طبعا فبختصر. وانا عشان كده قلت طب يمكن في طالب يقول لك ايه طب ما تورينا مشروع البحث نفسه، انا بعته لكم عشان ايه لو تحب تقراه. خلاص بص وبناء بص يقول لك ايه بقى؟ لذلك سيسعى الباحث في هذه الدراسه الى اختبار هذه العلاقه. انهي علاقه؟ اللي هو شارحها هنا. في دراسات ايه؟ في دراسات سابقه، شفت ولا اللي هي ايه؟ من خلال الفردين التاليين انهم ادي الفرد الاول وادي الفرد الثاني والفرد الثاني من فرع. ده عشان كده دي من الرسائل المحترمه جدا 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 ان هو بص مثلا بعد كده ويمكن ان يؤدي الافصاح اللي فاكرين تكلفه راس المال وقيمه الشركه لو انتم فاكرين هو مش عارف والتقارير بتعمل ايه والتقارير ايه؟ لذلك سيسعى البحث الى اختبار اثر الافصاح المحاسبي للتقارير المتكامل على ايه؟ على قيمه الشركه وتكلفه ايه؟ وتكلفه راس المال. وفي ضوء ما تقدم يمكن اشتقاق الفروض الاتيه. هو ده الكلام المظبوط. سواء بتعمل ماجستير او بتعمل دكتوراه. ما تجيش تقطع لي الفروض ده، بص الراجل قايل لك انا ليه قلت الفرض ده؟ ليه؟ عشان في دراسات قبل كده قالت وهنا وهنا وهنا. خلاص اخر حاجه بقى لما جاي يتكلم على الدور التقييمي للمعلومات غير الماليه ماشي برضه بدا يتكلم وصل منهم للفرد الايه؟ للفرد الخامس. يبقى اذا الدراسه هنا فيها كم فرد؟ خمس فروض كويس؟ لطحهم كده لط ولا جاب لنا الدراسات اللي استنتج منها الفروض؟ جاب لنا الدراسات اللي استنتج منها ايه؟ اللي استنتج منها الفروض. شوفوا انا عمال ازيد واعيد في النقطه دي. اياك وانت بتعمل مشروع البحث تقول ايه؟ فروض الدراسه، الفرد الاول، الفرد الثاني، لا 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 هنرميها لك تاني. امال تعمل ايه؟ تقول لي بناء على دراسه فلان وفلان 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 اقدر استنتج الفرد الاولاني زي ما انت شفت كده. بسرعه بقى عشان ايه؟ ما نتلخبطش. فاضل لنا قد ايه؟ 10؟ طب كويس. المجتمع الدراسه بقى. بعد كده بقى حضرتك وانت بتعمل هتقول بقى ايه؟ طب انا هدرس فين؟ يعني هدرس مين بالظبط وهجيب بيانات منين؟ اللي هو احنا اتفقنا هنا. هنا بيقول لك بقى في المحصل الشامل وفي العينه. طبعا معظمنا بنختار الايه؟ بنختار العينات. كويس؟ وهنا المثال بتاعنا لما جاء يشتغل احنا اتفقنا ان هو هيشتغل فين؟ اللي هي الشركات اللي في البورصه. صح؟ تطبيق عليها. بص بقى هنا المتغيرات التابعه اللي هي عدم تفاكرينهم اللي هم الثلاثه اللي اتفقنا عليهم، عدم تماثل المعلومات وتكلفه ايه؟ تكلفه راس المال واي قيمه الايه؟ قيمه الشركه. ده اللي احنا استنتجناه قبل ما نيجي هنا، نفسي انت تتعلموا الكلام ده. هنا حاطط بقى التدفقات النقديه المستقبليه وسعر السهم السوقي، دي المتغيرات التابعه. يعني ايه؟ يعني دي اللي هتبقى الافصاح عن التقارير المتكامله هيخليني عندي دقة أكثر في قياس الإيه؟ الثلاث حاجات دول. المتغير المستقل بقى اللي هو إيه؟ الإطار الدولي للتقارير الإيه؟ اللي هو الالتزام بالإطار الدولي للتقارير المتكاملة. شفتوا أولاد الدراسة محكمة إزاي؟
ان في حاجه اسمها تقارير متكامله وفق الاطار الدولي اللي هم الست راس مال اللي بدانا بيهم. شوفوا هيكون اثرهم على ثلاث حاجات النهارده المستثمرين بيتكلموا عليها. اول حاجه تكلفه راس المال، ثالث حاجه قيمه الشركه. دلوقتي ما عندناش نقول ايه ارباح وخسائر اصول، لا لا، فاليو اوف ذا كمباني، قيمه الشركه. لما نشوفكم باذن الله هنقعد نتكلم عن الموضوع ده كتير باذن الله. خلاص، ادي هنا بقى في ساعات بيبقى ايه متغيرات رقابيه. يعني ايه بقى متغير رقابي؟ دلوقتي انا ايه بدرس كده، هل حجم الشركه هيبقى له دخل؟ بالتاكيد. ليه بالتاكيد؟ لان شركه كبيره عملاقه غير شركه صغيره مبتدئه. فعدم تماس المعلومات تكلفه راس المال والحاجات دي لا يمكن هيبقى في تساوي بين الشركات. اكيد حجم الشركه هيكون مؤثر. تاني حاجه نوع الصناعه. اكيد برضه نوع صناعه تحويليه، صناعه تجميعيه، صناعه زراعيه الى اخره. فهنا معناها ايه؟ انت بتقول ايه؟ يا جماعه النتيجه اللي انا هاخدها دي خدوا بالكم، بس في حاجات ممكن تخلي النتيجه تختلف. زي ايه مثلا؟ زي حجم الشركه، زي نوع الصناعه، العلاقه ما بين الاطار الدولي وعدم التماس وتكلفه راس المال وقيمه الشركه. العلاقه دي ممكن تكون موجوده بس موجوده بنسبه قد ايه؟ واخدين بالكم؟ ده المستقل وده التابع. بنسبه قد ايه بقى يحكمها حاجه اسمها المتغيرات ايه؟ الرقابيه، اللي هي بتتوقف على حجم الشركه، تتوقف على نوع الصناعه اللي احنا فيه، تتوقف على القيمه الايه؟ القيمه السوقيه. فهمت ولا لا؟ فهمت يعني ايه متغير رقابي؟ يعني انا ما بدرسوش، لا ده انا عندي مستقل وعندي تابع. فبقول ايه؟ ادي العلاقه بين المستقل وبين التابع. العلاقه دي بقى تزيد تنقص بناء على ايه؟ بناء على حاجه اسمها المتغيرات الايه؟ الرقابيه. ماشي؟ تاني زي هنا مثلا التقرير المتكامل والتماسك وراس المال والقيمه. في علاقه طيب شكلها ايه؟ حسب بقى. حسب حجم الشركة وحسب نوع الصناعة مثلا. أتمنى حضراتكم تكونوا فهمتوا يعني إيه فكرة بحث. بعد كده الباحث بقى ما شاء الله عليه حط لنا نماذج الانحدار اللي هيستخدمها لاختبار فروض الدراسة. بدأ بقى يتكلم من المعادلات دي تفصيلي وكيفية استخدامها بمنتهى التفاصيل، علشان واحنا بنناقشه في مجلس قسم عارفين هو ما لطعش حاجه كده وخلاص، لا ده قال لنا الفروض دي هختبرها ازاي باذن الله. خلاص؟ بعد كده بقى بيجمع البيانات اللي هي ادوات، انواع البيانات هنحصل عليها ازاي، ودي اللي هي موضوع محاضرتنا القادمه باذن الله تعالى. وبعد كده حدود البحث اتكلمت عنها المره اللي فاتت، ان هو يقول على فكره انا مركز على كذا، في حاجات انا مش مركز عليها. ليه؟ عشان لما نيجي بقى بص اللي هو ايه عدم تناول جوانب اخرى يمكن ان تكون لها علاقه او تاثير على مشكله الايه البحث. بتقول من البدايه انا مش هتكلم الحاجات دي، عشان اللي يجي يناقشك يقول لك ايه انت ما خدتش النقطه دي ليه؟ تقول له انا مش هاخدها، انا مركز على نقطه صغيره بس. ولا امال الجوانب الاخرى دي بقى انا هشيلها؟ بصوا لا اسمعوا الكلام. طب في حاجات متعلقه بموضوع البحث انا ما قلتهاش، يا ريت دي بقى اللي في الاخر هتحطها في الاخر على انها ايه؟ توصيات ببحوث مستقبليه لزملائك. فاكر لما قلت لك ازاي توصل لمشكله بحث؟ قلت لك ان ممكن زميل لك يكون عمل دراسه وغطى جانب وما غطاش جانب تاني. فهيقول لك بحوث مستقبليه، فانت خدت الجانب التاني، انت برضه لما تخلص تقول انا خدت جانب معين وفي جوانب اخرى ما خدتهاش، ثم هتطحن في اخر البحث حاجه اسمها ايه؟ التوصيات والبحوث ايه؟ مستقبليه. ماشي؟ بعد كده هو عندنا خطه البحث. ايوه الفصول بقى، خطه البحث انك انت هتحط الايه؟ الفصول بتاعه الدراسه زي ما هو التقرير المتكامل اهو، الفصل الاول الثاني الثالث الايه؟ الرابع. اهم بقى نقطه اخيره اللي هي قائمه او قبل الاخيره قائمه المراجع. قائمة المراجع بتحط الكتب الأول، تحط الدوريات العلمية، التقارير الخاصة، مراجع أخرى. بص هنا مديلك أنا المراجع تكون حديثة مرتبطة بموضوع البحث، ما تكونش مجرد ناقد، ما تقولش فلان قال وفلان قال وفلان قال والسلام عليكم، لا حبيبي لازم يكون لك رأي. فلان لما قال ده حضرتك مقتنع بيه ولا مش مقتنع؟ ممكن تبدي إيه وجهة نظر. المراجع أنا مديلك نموذج أهو، سواء اخذها من النت او سواء اخذها من مجله منشوره علشان نموذج تكتب المراجع. في المراجع الاجنبيه بنبدا باسم العيله الاول،
في المراجع العربية بنبدأ باسم الايه؟ من اسم البحث. آخر حاجة بقى المفاهيم والمصطلحات العلمية. إنك أنت أحياناً في البحوث بتاعتنا بنستخدم مصطلحات مش كل الناس تعرفها. فعشان كده يا ريت في الآخر قدم زي مثلاً هنا الباحث مرة بيقول لك كلمة تكنولوجيا. في ناس يقول لك عليها يقول لك تقنية، في ناس يقول لك عليها مش عارف إيه، فهو يقول لك لا أنا دلوقتي كلمة تكنولوجيا أقصد بيها اللي هو إيه استخدام التكنولوجيا المعلومات إلى آخره. خلاص؟ أنا كده يا رب أكون خلصت لكم بسرعة شديدة، أنا آسف طبعاً لأن الوقت هو اللي حاكمنا المشروع البحث، إحنا لو كنا بنشتغل في محاضرات أنا كان ممكن أخدت فيها ثلاث محاضرات كل محاضرة ثلاث ساعات، أنتوا عارفين ليه؟ مش طريقتي إن أنا أقول، لا، ده أنا طريقتي أحط الفكرة وأقول لكم إيه أنتم متصورين إيه بالظبط؟ طب تفتكر هنا أقصد بيها إيه؟ طب تفتكر هنا عشان أعلمك طول ما أنت قاعد يبقى ذهنك حاضر وعمال ايه؟ وعمال تفكر، وهنا بيسموها الكرياتيفيتي الانوفيشن عاوز البحث، يعني ايه؟ انك يبقى تقول لي حاجه احنا ما كناش ايه؟ ما كناش نعرف. ارجو بذلك نكون استوفينا بسرعه شديده خطوات البحث، ويبقى معادنا ان شاء الله المحاضرات الجايه. اول حاجه هنركز على انواع البيانات هي، وبعدين ثاني حاجه اساليب جمع البيانات، هنجمع البيانات ازاي؟ وبكده يبقى الجزء النظري الحمد لله خلص والجزء التطبيقي. وارجو بعد كده اولاد ما تكلمنا عن الامتحان، ان لقيت ناس بعتين كده الامتحان ما تكلم عن الامتحان خالص، كل ما هتتكلموا عن الامتحان هصعب عليكم الامر، طالما انا ما جبتش سير الحاجه ما تسالش. خلاص، اتمنى لكم التوفيق باذن الله ويصوموا طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.